الرئيس السيسي يهنئ الشعب والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مصر تدشن برنامج المتطوعين المشاركين في تنظيم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والمدينة تتهيأ لاستقبال ضيوفها. رئيس مجلس النواب العراقي يفتح تحقيقا برلمانيا في أحداث القصف على أراضي بلاده ويطالب بوقف التدخلات الخارجية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أكد الرئيس السيسي أن الإنسانية بأكملها أشرقت بنور النبوة الخالد، فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام، مؤكدا أن نبينا الكريم صلاة الله وسلامه عليه كان نموذجا فريدا في الفضيلة. ودعا الرئيس السيسي إلى ضرورة جعل هذه الذكرى العطرة نبراسا ومنهجا وقدوة تقوي من العزائم والإرادة في بناء الحياة والمستقبل. تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بوسائل التواصل، أوضحت السيدة انتصار السيسي أننا نستلهم من هذه المناسبة المباركة أسماء معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات على وطننا الغالي. وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نظمت دار الأوبرا حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية. يتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من المدائح، منها ميلاد طه، مولد أحمد، يا رسول الله أجرنا. للمزيد تنضم إلينا من مسرح الجمهورية مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. سالي، تضعين في صورة الاحتفالية لديك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تحياتي لك إلهام ولمشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بألف خير بمناسبة هذه الذكرى العطرة، ذكرى ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة هذه الذكرى تقوم دار الأوبرا المصرية ضمن برنامج وزارة الثقافة بالاحتفال وتقديم احتفاليتين على مدار يومين بمناسبة المولد النبوي الشريف. على مدار يومين نحن نتواجد تحديدا في مسرح الجمهورية، وهو أحد أهم المسارح في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، وهو يتضمن حفل بدأ في 8 من مساء هذا اليوم ومستمر لمدة ساعتين، ويتضمن مجموعة من المدائح في حب النبي، ويعني إقبال كبير من الجمهور على هذا المسرح. والمسرح تحديدا يمتلئ عن بكرة أبي بمصاحبة المايسترو علاء عبد السلام وفرقة الإنشاد الدينية التي تقدم مجموعة وباقة مختارة من المدائح في حب النبي، وتتضمن على سبيل المثال ميلاد طه لمحمد هاشم، وليالي رسول الله لمحمد عبد الله، وأيضا لأجل النبي لمحمد الكحلاوي، وغيرها من الباقات والمدائح والابتهالات للجمهور الذي يستمتع ويردد هذه الأغاني مع الفرقة، فرقة الإنشاد الدينية. الحفل الثاني وهو المقام يوم غد
الجد في محافظة البحيرة وتحديدا على مسرح دار أوبرا دمنهور لنفس الفرقة وهي فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية، ولكن بباقة أخرى من المدائح والابتهالات التي تقدم في حب النبي وفي أخلاق النبي وفي الرسالة والهداية التي نشرت في الأمة الإسلامية بأكملها، منها روائع وروائح الجنة وأيضا مسك الختام لعمار الشريعي، أنا بمدح النبي لإيهاب توفيق وغيرها من المدائح التي تتضمن رسائل وابتهاجات للجمهور من دار الأوبرا المصرية من مسرح الجمهورية وغيرها من المسارح، كما تعود جمهور دار الأوبرا المصرية على التواجد دائما في مثل هذه المناسبات الدينية وأيضا القومية، ونحن أيضا بصدد احتفالات نصر أكتوبر، وكان هناك برنامج كبير لوزارة الثقافة وتحديدا دار الأوبرا المصرية القوى الناعمة ومنارة الثقافة. من هنا من مسرح الجمهورية هذا هو أبرز ما لدينا. نعم. إلهام، والكلمة تعود إليك. إذن هي ليالي جميلة في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام يقيمها مسرح الجمهورية ودار الأوبرا المصرية. شكرا جزيلا لك سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الحج والعمرة السعودي توفيق ابن فوزان الربيع الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى، واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية المصرية والحج والعمرة السعودية فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج، وأكد وزير الداخلية الحرص على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة المملكة بما ييسر على قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج المصريين أداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول. من جهته أعرب وزير الحج والعمرة السعودية عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنويا للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية، فضلا عن تطلعه للتعرف على المعوقات التي قد تواجه الحجاج المصري أثناء موسم الحج وأية مقترحات لتذليلها. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت من ضبط 454 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 101 طن من المواد الغذائية خلال 24 ساعة، وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 12 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط قرابة 90 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، إلى جانب ضبط 718 قضية من بينها 46 قضية خبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز، كما تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 186 طنا في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 28 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 9667 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 25 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 477848 لتر مواد بترولية
تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,167 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3,482.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 5,019 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 133.5 طن. كما تم ضبط 8 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 80.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2829 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 665.5 طن. كما تم ضبط 152 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يزيد على 55 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت أكثر من 98.5 طن أسمنت و10 طن حديد تسليح. كما تم ضبط 111 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز والشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت ما يزيد على 1067.5 طن أرز شعير. كما تم ضبط 189 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 129,401 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 855,232 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 272,567 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,621 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 223 سائق منهم. كما تم المرور على 69 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 607 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 3 حالات. كما تم فحص 306 مركبة وتبين عدم مطابقة 20 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 328 سيارة و45 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8,389 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,016 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,260 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,061 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,164 مخالفة ملصقات وضبط 41 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1,284 قضية ومخالفة، أبرزها حياذة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 86,123 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 70,907,079 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 396 قضية، من بينها 235 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و161 قضية في مجال جرائم المطبوعات.
وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 52 قضية بقيمة مالية بلغت 116,799,950 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2650 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,608,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,755,732 جنيها. دشنت مصر برنامج المتطوعين المشاركين في تنظيم مؤتمر قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتي تستضيف فعالياتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. انطلق العد التنازلي لمؤتمر COP27، وتتجه أنظار العالم نحو مدينة شرم الشيخ بداية من 6 نوفمبر المقبل وحتى 18 من الشهر نفسه، حيث يجتمع قادة العالم بالقمة التي تحضرها 197 دولة ومسؤولون رفيع المستوى في الأمم المتحدة وآلاف من النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم، من أجل نافذة جديدة لمناقشة تغير المناخ وما تفعله هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها. هذا وتقدم مصر نموذجا جديدا في تنفيذ مبادئ التطوع وخدمة المجتمع والمشاركة في العمل العام، في ظل حرصها على الاستمرار في البشر، على الاستثمار في البشر باعتباره محورا أساسيا لتحقيق التنمية والنضوج للعملية الديمقراطية. تابع رئيس هيئة الرعاية الصحية أحمد السبكي آخر مستجدات التطوير والتجهيزات الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتحويله إلى أول مستشفى أخضر في مصر. جاء ذلك تزامنا مع الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. كما تفقد السبكي أعمال مشروع رفع كفاءة الطوارئ والرعايات المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي للمشاركة في التأمين الطبي للمؤتمر ضمن خطة وزارة الصحة، وشدد على الانتهاء من أعمال التجهيزات والتطويرات الجارية في المواعيد الزمنية المحددة ووفقا للمعايير والأكواد العالمية. هذا وتواصل مدينة شرم الشيخ الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية ضعنا في جديد الاستعدادات لديك بمدينة شرم الشيخ. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذه الاستعدادات ما زالت مستمرة على قدم وساق، لا يتوقف العمال هنا داخل مدينة شرم الشيخ عن الاستعداد والتجهيز كل المناحي الخاصة بمؤتمر المناخ COP27 الذي سيعقد في نوفمبر المقبل. هذه الاستعدادات بالطبع هي استعدادات صديقة للبيئة تجهزا واستعدادا للمؤتمر، وهناك أيضا
استعدادات سياحية طبقا لطبيعة مدينة شرم الشيخ، هذه المدينة السياحية، ولكن أيضا هذه المدينة السياحية تتحول لمدينة سياحية خضراء في جميع المناحي. ربما ذكرتم منذ قليل أنتم هذا التحول والاستعداد الخاص بالصحة داخل مدينة شرم الشيخ وتجهيز المستشفيات، ومن أهمها مستشفى شرم الشيخ الدولي لتكون صديقة للبيئة، واستخدام مستلزمات طبية صديقة للبيئة ومستلزمات أيضا غير طبية داخل المستشفى صديقة للبيئة، وإعادة تدوير واستخدام الطاقة والمواد والمياه داخل هذه المستشفى للزراعة على سبيل المثال حول المستشفى، وأيضا استخدام الطاقة الصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية على سبيل المثال. ولكن هذه الطاقة الشمسية يتم استخدامها ليس فقط في المستشفيات، ولكن أيضا في أعمدة الإنارة المنتشرة في جميع شوارع شرم الشيخ. هذه الأعمدة أيضا تم تجديدها ورفع كفاءتها بشكل كبير، واستخدام الطاقة الصديقة للبيئة والإنارات الصديقة للبيئة. إذا تحدثنا أيضا عن فكرة الاستعداد لاستقبال الوفود القادمة في نوفمبر القادم، فهناك أيضا توسعة كبيرة لأعمال الطرق، هناك أعمال كبيرة لإنشاءات لميادين جديدة، هناك توسعة للطرق، هناك ترصيف جديد، وهناك أيضا إنشاءات جديدة لممشى سياحي جديد أيضا لاستقبال الوفود القادمة، إما كانت الوفود رفيعة المستوى أو حتى النشطاء والمهتمين بفكرة التغيرات المناخية والتحديات الخاصة بالتغيرات المناخية. إذا تحدثنا عن القسم أو الجزء الخاص السياحي داخل مدينة شرم الشيخ، فهناك أحد يعني الأماكن الهامة هو السوق القديم، جاري تجديده بشكل كبير لتصبح جميع الواجهات على شاكلة مصر القديمة. مصر القديمة تتشكل من جديد هنا في واجهات المحال التجارية داخل السوق القديم، لتظل أيضا فرصة للتعريف بمصر القديمة والتراث المصري والحفاظ على الهوية المصرية ونشرها أيضا داخل مدينة شرم الشيخ، خصوصا في ظل توافد كبير من وفود من جميع دول العالم، من أكثر من 197 دولة داخل مدينة شرم الشيخ. ولكن أيضا هذه الاستعدادات ليست فقط تغيير هذه المحال التجارية أو تغيير الواجهات، ولكن فكرة توحيد الصورة الذهنية لمدينة شرم الشيخ لتصبح مدينة خضراء. توحيد هذه الصورة يأتي عن طريقين، الطريق الأول هو وضع بالطبع الإرشادات واللافتات المختلفة الصديقة للبيئة والتي تحث المواطنين على استعمال المواد الصديقة للبيئة، وأيضا هناك جزء هام جدا وهي محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن وجود أكشاك وسيارات متنقلة. هذه الأكشاك والسيارات هي أكشاك للتوعية بأضرار الأكياس البلاستيك وكيفية الحد من استخدام الأكياس البلاستيك، وأيضا توعية المواطنين وأيضا توعية الوفود بشكل عام بأخطار هذه المواد البلاستيكية، وبالإضافة لذلك عرض الأفكار الجديدة والبدائل الصديقة للبيئة ليتم استخدامها واستعمالها داخل مدينة شرم الشيخ. وكل هذا بالطبع ضمن الصورة الأكبر وهو تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة. هذا التحول لا يقتصر فقط على مدينة شرم الشيخ، ولكن هو جزء من خطة كبيرة تنتهجها الدولة المصرية بشكل عام للتحول الأخضر، مبادرات عديدة مثل مبادرة اتحضر للأخضر، وأيضا مبادرات التنوع البيولوجي المختلفة التي أطلقتها وزارة البيئة. كل هذه المبادرات والزراعات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية هدفها الرئيسي هو التحول الأخضر، وهذه المجهودات التي تقوم بها مصر هو جزء من الدور الإقليمي والمحلي وأيضا العالمي وتكاتف محلي دولي بالطبع للوصول لفكرة العالم الأخضر والأخضر أفضل حفاظا على المناخ وحفاظا لا. أيضا لأنه يعني يمس بشكل مباشر الإنسان، فهو أيضا حفاظا على الإنسان، وهذه نظرة عما يحدث هنا في مدينة شرم الشيخ. والآن عودة إليكم مرة أخرى. مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، شكرا جزيلا لك. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم إرجاء انعقاد أول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات إلى 18 من أكتوبر الجاري، هذا ولم تؤدي الحكومة اليمين الدستورية بعد بسبب اعتراض أكثر من 40 نائبا. وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء.
وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بالتحقيق في أحداث القصف على الأراضي العراقية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن الحلبوسي وجه لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين بالتحقيق في كامل أحداث القصف على الأراضي العراقية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراقي لمعرفة إجراءاتها بهذا الشأن مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على أن تقدم التقرير إلى مجلس النواب. وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب العراقي إن العراق سيقدم خلال اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي بندا طارئا للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي. أعلن الجيش اليمني أن قواته أحبطت هجوما لقوات الحوثي على مواقع عسكرية غربية محافظة صعدة أقصى شمالي البلاد. وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني أن مسلحين هاجموا مواقع عسكرية بغطاء مدفعي مكثف في جبهة آل ثابت، مشيرا إلى أن القوات اليمنية تمكنت من تكبيد المسلحين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتجددت المعارك على نحو متقطع في عدد من الجبهات عقب انتهاء الهدنة التي كانت ترعاها الأمم المتحدة في 2 أكتوبر الجاري. نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. موسكو تفتح تحقيقا في حادث انفجار جسر القرم، وكييف تلمح بمسؤولية روسيا عن الحادث. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع حادث على جسر القرم. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بوتين تلقى عدة تقارير من عدد من المسؤولين الروس والقادة العسكريين والأمنيين قبل أن يصدر تعليماته بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة أسباب ما حدث وإزالة آثاره في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن بوتين أمر أيضا بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر، إضافة إلى البنية التحتية التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي. في المقابل، ألمحت الرئاسة الأوكرانية إلى مسؤولية روسيا عن الانفجار الذي خلف أضرارا في جسر القرم. وأوضح ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن المؤشرات التي تم رصدها تؤكد أن الشاحنة التي انفجرت دخلت الجسر من الجانب الروسي، متهما موسكو بالمسؤولية عن الحادث. هذا واستؤنفت حركة السيارات على جسر القرم بعد تعطله بسبب الانفجار الذي لحق به. وكانت لجنة التحقيق الروسية في الحادث قد أعلنت مقتل 3 أشخاص، مضيفة أنها توصلت لتفاصيل عن الشاحنة المتسببة بالانفجار على الجسر. تتوالى التطورات الميدانية في خضم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، وجاء حادث جسر القرم الرابط بين شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى سيادتها في عام 2014 ليمثل نقطة تحول قد تكون مفصلية في الحرب، لا سيما بعد ضم روسيا 4 مناطق من أوكرانيا. وكالات إعلام روسية قالت إن ناراً اشتعلت في 7 قاطرات صهاريج على السكك الحديدية كانت متوجهة إلى القرم عبر الجسر بسبب انفجار سيارة مفخخة، وهو الجسر الذي تم تشييده بعد ضم شبه الجزيرة للسيادة الروسية ويستخدم لنقل تجهيزات عسكرية للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا وبالتحديد في المناطق الجنوبية. اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قالت إن الانفجار على جسر القرم أدى إلى تضرر مسارين من طرقات الجسر، مضيفة أن قسمين من الجسر البري انهارا جزئياً، لكن الممر المائي عبر مضيق كيريتش الذي تنتقل من خلاله السفن بين البحر الأسود وبحر آزوف لم يتضرر.
بدوره أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتشكيل لجنة حكومية لكشف الوقائع والوقوف على أسباب الحادث وإزالة تداعياته بأسرع وقت ممكن، خاصة بعد اتهام رئيس مجلس القرم فلاديمير كونستانتينوف من سماهم مخربين أوكرانيين بالوقوف خلف الحادث. على الجانب الآخر، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن هذا الحادث هو مجرد بداية، لكنه لم يعلن مسؤولية القوات الأوكرانية عن الانفجار، وشدد على ضرورة تدمير كل شيء غير قانوني في شبه جزيرة القرم وإعادة المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا إلى سلطة كييف وطرد الروس من كل تلك المناطق، مما ينذر برد روسي قوي ربما يحمل في طياته تداعيات كبيرة على الصعيد الدولي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا عاما جديدا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. يأتي هذا الإعلان في أعقاب ما ورد عن إقالة موسكو قادة 2 من المناطق العسكرية الروسية في وقت سابق. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن القصف الذي تسبب في قطع خط التيار الكهربائي المتصل بأجهزة التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا عمل غير مسؤول بالمرة، ودعت مجددا إلى إنشاء منطقة حماية للمحطة. وذكرت الوكالة أن المحطة تعتمد الآن على مولدات كهرباء تعمل بالوقود، مشيرة إلى أن مديرها العام رافائيل جراسي سيزور روسيا وأوكرانيا قريبا لمناقشة إنشاء منطقة حماية للمحطة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن سياسة روسيا النووية ذات أهداف دفاعية بهدف الردع فقط. وأكد وزير الخارجية الروسي التزام موسكو بالبيان الذي أدلى به قادة الدول النووية الخمس في 3 يناير الماضي، مشيرا إلى أن روسيا لا تقبل تهديدات الغرب فيما يتعلق باستخدامها المحتمل للأسلحة النووية. كما أضاف لافروف أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من وقف سريان الغاز في خط نورد ستريم بين روسيا وأوروبا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بالإطاحة بالقوة للمنافسين في سوق الغاز الطبيعي في أوروبا. قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبراخت في أن حلف شمال الأطلنطي يجب أن يبذل المزيد من الجهد في سبيل الأمن المشترك لحماية نفسه من الأفعال المحتملة التي قد تقدم عليها روسيا. وخلال زيارتها للقوات الألمانية المنتشرة في ليتوانيا، شددت لامبراخت على ضرورة فعل المزيد من أجل الأمن المشترك لدول حلف الناتو، مشيرة إلى ما قالت إنها تهديدات روسية لليتوانيا خلال تنفيذها عقوبات أوروبية على الحدود مع منطقة كالينغراد الروسية.
وصل معدل انهيار الشركات والأعمال في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ قمة الأزمة المالية العالمية 2008-2009، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة الإقراض. ووفق بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، بلغ عدد الشركات والأعمال التي أفلست في إنجلترا وويلز في الربع الثاني من هذا العام بلغت 5629 شركة. وأفادت الشركات بأن العامل الرئيسي في انهيار أعمالها هو الارتفاع الكبير في فواتير استهلاك الطاقة، إضافة إلى صعوبة تسديد الديون المستحقة على الشركات والأعمال وارتفاع كلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج. تتواصل الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن طرق التعامل مع أزمة الطاقة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. ومع اقتراب فصل الشتاء تختلف الدول الأوروبية فيما بينها بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز أو الاعتماد على مقترحات أخرى لحل أزمة الطاقة. وسط استمرار للتداعيات السلبية للأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا، تصاعدت وتيرة الخلافات بين قادة دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة، حيث اتهمت بولندا ألمانيا بالأنانية في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة في فصل الشتاء، بسبب ما يقول رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إنه إنفاق سخي من ألمانيا يقدر بقيمة 200 مليار يورو على الإعانات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة، مكررا الإشارة إلى المخاوف من فجوة مالية بين دول غنية قادرة على الإنفاق على الدعم المحلي وأخرى فقيرة لا تستطيع. وتطالب غالبية دول الاتحاد الأوروبي باقتراح حد أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل تظل محورا للخلاف بين الدول الأعضاء في التكتل، إذ تسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد، فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط. ويعد وضع حد أقصى لأسعار الغاز واحدا من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية، وذلك للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا التي كانت توفر 40% من احتياجات أوروبا. ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها خلال العام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من 200% مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي. وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار، خشية أن يعيق هذا الإجراء شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك. على الجانب الآخر، تحدث رئيس الوزراء التشيكي بيتر أفاليو على وجه التحديد عن وضع سقف لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، فيما قال نظيره اللاتفي كريستيانس كارينس إن الحد الأقصى سيكون عظيماً إذا كان بإمكان الاتحاد الأوروبي ضمان الإمدادات من المنتجين. بدوره أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن أمله في أن تؤدي المناقشات بين القادة الأوروبيين إلى اتفاق خلال اجتماعهم القادم خلال 20 و21 من أكتوبر الجاري، والذي ربما قد يمثل فرصة أخيرة للأوروبيين للتوافق فيما بينهم قبل فصل الشتاء القارس الذي يشي بمصاعب غير مسبوقة. أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت مساء اليوم صاروخاً باليستياً جديداً باتجاه الساحل الشرقي، وذلك في أحدث تجاربها الصاروخية والنووية. من جانبها، دافعت كوريا الشمالية عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية، مؤكدة أنها رد مشروع على تهديدات عسكرية أمريكية مباشرة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن. وتأتي عمليات إطلاق الصواريخ في عام شهد عدداً من التجارب على أسلحة أجرتها كوريا الشمالية، التي أعلن زعيمها كيم جونغ أون أنها قوة نووية، وأن هذا الوضع لا رجعة عنه، فيما يقلل من احتمال إجراء محادثات لنزع السلاح النووي.
هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية معقد وحساس، ومن الضروري استئناف الحوار للتهدئة. وقالت نينغ إن الصين تأمل في أن تتجنب الأطراف المعنية إثارة الأقوال والأفعال بهدف تهيئة الظروف لاستئناف الحوار. وكان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي تشانشو قد دعا منتصف الشهر الماضي كوريا الجنوبية والصين إلى تعزيز التواصل الثنائي وتفعيل عملية الحل السياسي لقضية شبه الجزيرة الكورية من خلال القيام بدور نشط. أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية أن تعطل شبكة القطارات شمالي البلاد ناتج عن عمل تخريبي في الكابلات المتصلة بخط السكك الحديدية. وقال وزير النقل إن الشرطة الاتحادية فتحت تحقيقا في الحادث، وأضاف أنه من الواضح أن هذا كان عملا متعمدا، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في توقف حركة القطارات لأكثر من 3 ساعات. أعلنت وزارة الخارجية التايوانية أن عضوة الكونغرس الأمريكي أدي جونسون ستصل إلى تايوان يوم الأحد في زيارة تستغرق 4 أيام. وسوف تشارك جونسون وهي رئيسة لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب في فعاليات العيد الوطني للصين في تايبي يوم الاثنين المقبل، كما تلتقي الرئيسة التايوانية ووزيرة الشؤون الرقمية. كانت الصين قد فرضت في أغسطس الماضي عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم انفصال الجزيرة، كما تأتي هذه العقوبات أيضا عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مطلع نفس الشهر، والتي دفعت بكين إلى إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في المياه المحيطة بالجزيرة.
تواصل القوافل الطبية أعمالها ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة جنوب سيناء، حيث وصلت القافلة الطبية المجانية إلى وادي مجرح التابع لمدينة نويبع. وتقدم القافلة الطبية خدمة الرعاية الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجا بجنوب سيناء، حيث تضم عيادات متنقلة في عدد كبير من التخصصات. ومن المقرر أن توقع الكشف وتجري الفحوصات الطبية والتحاليل وتقدم العلاج بالمجان. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة ابدأ لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسماعيلية وتوفير كافة التسهيلات لها والنهوض بالصناعة المصرية وتحقيق أهدافها. وتهدف المبادرة لتعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي حق انتفاع أو الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين وتقديم الدعم المادي المناسب للمتعسرين. والآن جاء موعد أخبار الاقتصاد وتفاصيل أخبار المال والأعمال مع مصطفى ميزار. إليك شكرا إلهام نمر وشكرا ياسر عبد الستار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. تستضيف محافظة أسوان المهرجان الدولي للتمور في دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة. بمشاركة 114 عارضاً يمثلون 10 محافظات، انطلق المهرجان الدولي للتمور على أرض أسوان في دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. المهرجان يؤكد حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص عمل جديدة، كما أنه يساعد في زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة. بنعرض المنتجات بتاعت أسوان، الدفس البلح بتاع أسوان والبلح المفروم اللي هو العجوة بتاع أسوان والبلح المكبوس بتاع أسوان. أنواع البلح في عندنا برتمودة والسكودي والجنديلة وأكثر من 6-7 أصناف. ويتوافق هذا التوجه مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حاليا في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2,500,000 نخلة بمنطقتي توشكا والعوينات. مهرجان التمور ده هيدينا فرصة إن احنا نصدر التمور بتاعتنا، لأن التمور بتاعتنا جافة وممكن تتحمل تسافر. في إضافة إن شاء الله يعني آملين يبقى في مصنع تمور لتحديث التمور في أسوان وتلقى التمور للتصدير وتبقى في فاتحة خير للمزارعين. بالنسبة للأسعار بتتراوح ما بين 30 و20 و25 و40، كل بلحة لها السعر بتاعها. وتمتلك مصر إمكانات تنافسية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير التمور، وتحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنتاج بنسبة 18% وعربيا بنسبة 24%. تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث ارتفعت 9 قطاعات فيما تراجعت 7 قطاعات، وتصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 518 مليون ورقة بقيمة 887 مليون جنيه. وجاء قطاع البنوك في ثاني القطاعات التي شهدت نشاطا ملحوظا خلال الأسبوع.
في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب العالمي لتصل إلى 1700 دولار للأوقية، أما محليا فسجل ذهب عيار 18 ما قيمته 926 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1080 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1235 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8640 جنيه. في أسواق البترول العالمية سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 5 أسابيع بدعم من قرار أوبك بلس إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.7% لتصل إلى 97 دولار و92 سنتا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.7% ليصل إلى 92 دولار و64 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا أيضا بنسبة 4.49% لتصل إلى 4.3 دولارات للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.21% لتسجل 6.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انتقدت الصين قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد القيود على الصادرات، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حصول الصين على شرائح الحوسبة المتقدمة وتصنيعها. وتأتي هذه الانتقادات الصينية بعد قيام الولايات المتحدة بتحديث ضوابط التصدير التي تضمنت إضافة بعض رقائق الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء ومعدات لتصنيع أشباه الموصلات، وذلك إلى قائمتها، حيث تؤكد الولايات المتحدة أن هذه الإجراءات ستحد من قدرة الصين على شراء وتصنيع بعض الرقائق المتطورة المستخدمة في التطبيقات العسكرية. أظهرت بيانات حكومية أن الصين سجلت 422 مليون رحلة سياحية خلال عطلة العيد الوطني والتي بدأت في الأول من أكتوبر، وعلى مدار أسبوع كامل بانخفاض بلغت نسبته 18.2% عن موسم العطلات في العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه قطاع السياحة من القيود الصارمة التي تفرضها السلطات لمكافحة فيروس كورونا. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدين الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى في نشرة التاسعة مع ياسر وإلهام. شكرا لك مصطفى ميزار على هذا العرض. تمتلئ الشوارع والميادين في مصر بحلوى المولد النبوي الشريف احتفالا بذكرى المولد. حلوى المولد تصنع في ربوع أرض المحروسة وتعد موسما لكسب رزق الكثيرين من العاملين على صناعتها. العروسة والحصان والحمصية والفولية والملبن تمتلئ الشوارع والميادين بها منذ عصور الدولة الفاطمية، أي منذ أكثر من 1000 عام، فحلوى المولد النبوي الشريف تصنع في ربوع أرض المحروسة وتعد موسما لكسب رزق الكثير من العاملين على صناعتها. ولعل مدينة طنطا بمحافظة الغربية من أشهر المدن على مستوى الجمهورية في صناعتها، وبها العشرات من المصانع التي تستعد مبكرا لتجهيز الحلوى والعمل على طرحها في الأسواق قبل الاحتفال بالمولد النبوي. بنصنع بقى كل حاجة هنا، يعني بنصنع علف سوداني، علف سمسم، وعلف حمص، وبنعمل قرص بردك حمص وسمسم، وبنعمل مكسرات. في أنواع تانية مثلا في فواخر ماشي، في قرص فستق، في قرص بندق ماشي، في لوز، في بسيمة. صناعة حلوى المولد النبوي في طنطا مهنة تتوارثها الأجيال منذ سنوات طويلة، ومع بداية شهر ربيع الأول تنتشر شوادر بيع الحلوى داخل مدينة شيخ العرب السيد البدوي. كانت منطقة السيد البدوي كلها منطقة الحلوانية كلها وتمركزهم، فكان دايما الاحتفال بالمولد النبوي هي عادة فاطمية، فكانت المنطقة بتاعت السيد البدوي هي اللي كانت بتنتج الحلويات، فكله كان بيتزور السيد البدوي وياخد الحلويات من هناك، فبقت كده طنطا مشهورة بالحلويات. ورغم ارتفاع الأسعار هذا العام بنحو 30% عن العام الماضي مع ارتفاع أسعار المواد الخام، لكن تظل مدينة طنطا تتميز بأنها الأرخص سعرا والأكثر جودة في الأسواق.
والآن متابعة لأهم الأخبار الرياضية مرة أخرى مع الزميل مصطفى نزار. شكرا من جديد ياسر عبد الستار وإلهام نمر. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة نستعرض فيها أحوال الكرة والملاعب محليا وعالميا. حقق منتخب مصر الخماسي الحديث ذهبية منافسات الفرق في بطولة العالم للناشئين تحت 21 عاما والتي تستضيفها بولندا، وأحرزت مصر ذهبية الفرق عن طريق الثلاثي محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل بعد أن احتلوا المركز الأول برصيد 4466 نقطة، كما نجح محمد الجندي في الفوز بفضية منافسات الفردي بعد أن جاء في المركز الثاني برصيد 1512 نقطة. اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته لخوض مباراة ضد الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب الدور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والمقرر إقامتها غدا بمدينة المنستير في الرابعة بتوقيت القاهرة. هذا ويواجه نادي الزمالك فريق فلامبو البوروندي على استاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء غدا الأحد في ذهاب الدور 32 بدوري الأبطال لخطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات الإفريقي. في الكونفدرالية الإفريقية حقق نادي بيراميدز فوزا سهلا على حساب مضيفي هلال الساحل السوداني بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في جولة الذهاب بدور 32 من البطولة. هذا ويلعب الفريقان يوم السبت القادم في إياب الدور 32 على نفس الملعب بعد موافقة هلال الساحل على إقامة المواجهتين في مصر. اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ساوثهامبتون برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل رباعية مانشستر سيتي كل من كانسيلو فودن ورياض محرز وهالاند، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي بصورة مؤقتة إلى الصدارة، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز 16. في الدوري الإيطالي حقق إي سي ميلان فوزا مهما على حساب نظير يوفنتوس بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي. تقدم فيكاتو توموري بالهدف الأول في الدقيقة 45، بينما ضعف إبراهيم دياز النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 54، وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة ليقفز مباشرة للمركز الثالث بالتساوي مع المتصدر نابولي وأتلانتا واللذين لعب مباريات أقل، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة في المركز الثامن. إلى عالم التنس حيث قدم الأمريكي فرانسيس تيفاتو أداء متميزا وصعد من خلال المباراة النهائية لبطولة اليابان المفتوحة للتنس بعد الفوز على الكوري الجنوبي كون سون وو، ذلك في المجموعة الأولى حيث تفوق تيافو وكان واضحا، لكن أداء اللاعب الأمريكي تراجع في المجموعة الثانية ليستغل المنافس الكوري الفرصة ويعادل النتيجة ويفرض مجموعة ثالثة فاصلة حسمات يافو لصالحه. سيلتقي تيافو في المباراة النهائية غدا مع مواطن تيلور فيرتز الذي فاز على ألكساندر دينيس شابوفالوف. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لنهاية جولتنا الرياضية، نعود لاستكمال ما تبقى في أخبار التاسعة مع إلهام نمر وياسر عبد الستار. شكرا لك مصطفى ميزار. والآن وصلنا إلى أخبار الطقس مرة ثالثة وأخيرة مع مصطفى ميزار. من جديد شكرا إلهام نمر وشكرا ياسر عبد الستار، وأهلا بكم متابعينا الكرام في جولة ثالثة وأخيرة نستعرض فيها درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء والصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 21، يكون الجو فيها مائل للحرارة. في الإسكندرية 27-21 أيضا الجو فيها مائل للحرارة. في مطروح 26-19 يكون الجو معتدل. أما عن بورسعيد 27-22 مائل للحرارة، والإسماعيلية 29-21 يكون الجو فيها أيضا مائل للحرارة. بالنسبة إلى محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 29 درجة والصغرى 22، يتسم الجو فيها بالحرارة. العريش 27-22 مائل للحرارة. في طابة 27-23 مائل للحرارة. في شرم الشيخ 32-25 يكون الجو فيها حار. في الغردقة 31-25 ويكون أيضا الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 درجة والصغرى 23، يكون الجو فيها حار. في أسوان 36-24 يكون الجو حار. في الوادي الجديد 33-20 يكون الجو حار. في شلاتين 36-25 يكون الجو حار. وأخيرا في حلايب 33-25 يكون الجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. الآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يهنئ الشعب والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مصر تدشن برنامج المتطوعين المشاركين في تنظيم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والمدينة تتهيأ لاستقبال ضيوفها. رئيس مجلس النواب العراقي يفتح تحقيقا برلمانيا في أحداث القصف على أراضي بلاده ويطالب بوقف التدخلات الخارجية.
إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع الإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير. مساء الخير يوسف، كل سنة وانت طيب. عامل إيه وإزيك يا إلهام؟ كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعيدوا علينا بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. لسه الناس بتموسم زي زمان ولا بطلوا؟ في موجود مش كده؟ كان زمان يعني كنا نفتكر، أنا على ده كويس يعني، لازم بقى كده مثلا بطاية، ديك رومي، شوية كشك، شوية شوربة من اللي بتاعت زمان. والله موجود بس بنسبة قليلة جدا. لازم الناس ترجع لزمان يا ياسر. صح. مش كده والله. صح. الهام انت بتموسم مطنشانة. الهام دي هي المسؤولة بتاعت المواسم. كل سنة وانت طيب يا في الموسم بتاكل فيليه في الكلام ده. كل سنة وانت طيب. وانتوا طيبين، ربنا يا رب يعيدوا علينا بالخير. وأشكركم واستأذنكم نبدأ فقراتنا.